هلا خوايب الحلوين، شوفوا اليوم قلنا لكم بارحة أم سيف كانت سوينا لها فيديو، كان قاعد تسوي الكبة والمنابير، فوعدتكم أنا أطلع لكم فيديو أنا جاي أكلها، وهاليوم هيانها قدامكم. قدمي الكاميرا عليها، هاي المنابير وهاي الكبة، بعشونها هاي المنابير وهاي الكبة. فأنا شو مسوي هاليوم؟ فهاليوم شو مسوي؟ مسوي هذا خل بالثوم. انا يعجبني ادق الثوم واحط عليه خل، حتى شو اسوي؟ شوفوا اخذ هذا المنبار اطمسه بهذا، تعرفون جربوه هذا، جربوه ما راح تندمون، جربوه اكلوه هذا ويا المنابير والباكر. طبعا اليوم انا جاي اكل هاي، ومن قاعد يصورني؟ منو قاعد يصورني؟ ام سيف جاي تصورني اليوم، هاي اول مره تسويها وتصورني. راح اصير مصورة طبعا، فجاي اعلمها شلون تصور، وهاي هي جاي تصورني هسه. خندوق الكبه مال ام سيف، يلا ان شاء الله يكون زين. طبعا تعرفون حبايبي كبة اكل ام سيف نمبر 1 درجة اولى، وبعض الناس قالوا لي اخطية جاي تتعب جيب لها هدية تدلل ام سيف، شو ما تريد موجود الام سيف. انا يعجبني اطبخ، هي هم يعجبها تطبخ. فشفتوها صوريت لكم امبارح كانت تسوي، وجربوا هذا الخل بالثوم، دقوا الثوم وحطوا وياه خل وطمسوا واكلوا يخبل. اوكي حبايبي، اشوفكم بفيديو جديد واكله جديده، وان شاء الله تكونون بصحه وعافيه، واحبكم هوايه. اقطع.